من المحزن دائماً أن تنفصلوا عن حيواناتكم الأليفة ذات الفراء، لهذا قرر أبطالنا اصطحابهم في رحلة. دعونا نرى ماذا حدث. ها هي أوراقي. أوكي. عظيم، تفضلي. واو، لا أصدق عيني، إنها ليست امرأة، إنها فقط جمال يمشي ونحوي مباشرة. يا لها من فتاة جميلة. الجو حار هنا. ها هو جواز سفري وبداخله التذكرة. شكرا. أنا بالتأكيد لست محرومة من انتباه الشباب اليوم. إقامة سعيدة يا شباب، علي الذهاب. لنركض، ربما يمكننا اللحاق بها. هاي، إلى أين؟ أيها الشباب، أروني تذاكركم. وها هي طائرتي. يا لها من فتاة رائعة، ليس مثلي. واو. أخيراً، كم أنا متعبة من السير مع هذه الأشياء. ها هي صغاري الذهبية، افتقدتكم كثيراً. واو، مخادعة. هيا لنسافر يا جمالي. مرحبا، تذكرتك، كل شيء بخير، لكن لسوء الحظ الكلب ممنوع، مع كل الحيوانات أيضا. حسنا، لدي فكرة رائعة، سأضع أرنبي الحبيب هنا وسأبقيه وأخفيه بهذه القبعة. وداعا بوبي. لا تقلق، سيبقى معي. جواز سفرك سيدتي، كل شيء بخير، الآن أتحقق قليلا. ماذا؟ حسنا. الحيوانات ممنوعة على متن الطائرة، لكن لا تقلقي، سينتظرك الحيوان هنا عندما تعودي. مرحبا سيدي، هل يمكنني التحقق من غطاء رأسك؟ لدي خدعة لك، أبراكادابرا. كان هناك جواز سفر، والآن لا شيء. أقدم قبعتي سريعا للتفتيش. غريب، لا شيء، تفضل. وهنا لا شيء. حسنا، تحياتي. تفضل من فضلك. حسنا، لقد تركت أرنبي هناك وحيد. آسف سيدتي، أعرف كيف أساعدك. خدعة صغيرة وصديقك بجوارك مباشرة. الآن سترين، يبدو أنه هنا. ها هو. واو، شكرا. لنرى كل شيء على ما يرام، تفضلي. نعم، الوثائق مرتبة. نفحص السلة. لا، إنها قطتي. أعرف يا سيدي، هل قيل لك أن لديك ذقنا رائعة؟ هل يمكنني التقاط صور لك؟ حسنا، لم لا؟ لكن انتظري لحظة، أحتاج إلى إصلاح شعري أولا. أنا الآن جاهز. ممتاز، لقد نجحت. الآن الشيء الرئيسي هو الصعود على متن الطائرة. أنا آسفة، علي الذهاب. ما هذا؟ سلة فارغة؟ لا شيء بداخلها. مرحبا، تفضلي بالدخول. حسنا، هذا هو مكاني. الآن يمكننا السماح لك بالخروج يا قطتي. يا لك من لطيفة، هل يمكنني حملها؟ بالطبع. يا لها من قطة جميلة. أوتش، ماذا معي؟ هل هذه حساسية؟ مرحبا، رحلة سعيدة. طاب مساءك، مستنداتك، تفتيش كالعادة. حيوانات لا يوجد، تفضل. لحظة، إنه هامستر. لا استثناءات، الحيوانات ممنوعة على متن الطائرة. هذا مؤسف. قواعد صارمة، بالتأكيد لا يمكن أن يفعلوا ذلك مع الضفدع. أحتاج إلى ابتكار شيء ما. لدي كتاب قرأته بالكامل، مما يعني يمكنني تعديله قليلا. لم أحب هذا الجزء من القصة أبدا. الآن دعونا نضع الضفدع بالداخل. ممتاز، يمكنني الذهاب. ها هي التذاكر الخاصة بي، أيمكنني الدخول؟ مباشرة بعد الفحص. تبدين نظيفة، تفضلي. مرحبا بك على متن الطائرة. وهنا مكاني، سأضع أمتعتي في الأعلى حتى لا تعيق الطريق. نحن جاهزون للإقلاع.
أوه، لم يكتشفوا ذلك. كيف حالك يا ساحري الصغير؟ أوه، ما كان ذلك؟ أوه، إنه على رأسي، ساعدوني. مرحباً، ها هي تذكري. كيشا، كيف حالك؟ آسف، لكن كيشا لن تطير إلى أي مكان، على الأقل ليس على متن الطائرة. الحيوانات ممنوعة. أتسمع؟ حيوانات ممنوعة. أوه، لدي فكرة. هيا لنذهب للمساعدة. هذا أفضل بكثير. مرحباً، التذاكر من فضلكم. أي أي، يبدو أن السحلية ذهبت في نزهة. سيدي، هل أنت بخير؟ نعم، كل شيء على ما يرام. لا، هذا لا يطاق، إنها تدغدغ. ما خطبة؟ نعم نعم، تذكر نكتة للتو، أليس كذلك أليكس؟ من الصعب تصديق ذلك. أرني ماذا لديك هناك. كنت أعرف، تحاول اصطحاب الحيوانات. أي؟ انظر ماذا هناك. لقد نظر، هيا لنسرع. ماذا؟ أين ذهبوا؟ نحن لا نعلم. أوه، لقد هربوا. مرحبا، هذه تذكرتي. كل شيء على ما يرام، لكن السمكة لا. لا يمكنك اصطحاب الحيوانات على متن الطائرة. أطلب منك أن تعطيني السمكة وسأعتني بها. هل يجب أن أتخلى عن الثعبان؟ سوف أشتاق إليه. لدي فكرة. تنحوا جانباً. ها هي أوراقي، دعوني أدخل إلى الطائرة. وما هذا؟ لا حيوانات على متن الطائرة، ليس في ورديتي. أوبس. كيف تجرؤ؟ من فضلك تفضلي. وها هو مكاني. هل أنا أتخيل أم أن هناك شيء يصفر تحت أذني؟ إنه فقط ثعبان غير دار. أنا جائعة، لكنني حصلت على بيتزا واحدة فقط. أنا آسفة جدا لك، لكن هذا رائع، لدي الكثير من البيتزا. الكثير؟ لم تري برجي بعد. انظري، يوجد الكثير من البيتزا لدرجة أنها تصل إلى السماء. ديانا ستبدأ لأنها الأقل حظا. هذا يكفي، هذا ليس مضحكا على الإطلاق. أعلم بدونك أنني سوف آكل وأنا سعيدة جدا، على الرغم من أنني لا أملك سوى بيتزا واحدة، إلا أنها لذيذة ودافئة للغاية. انظروا إلى الجبن وهو يمتد، جميل. هاي، أكثر دقة، انظري أين ترمين القمامة. ما هو الفارق؟ الشيء الرئيسي هو أن مذاقها جيد بالنسبة لي. توقفي، هذا يكفي، لقد تعبت منك بالفعل. سأرمي القشور عليك، خذي هذا. أنت مضحكة للغاية، لا أحد يلمسني. بالمناسبة، حان الوقت لأكل بيتزا. أوه نعم، ديانا كانت على حق، البيتزا رائعة. فكرة، أعرف كيف أتناولها بشكل مريح بحيث لا تتسخ يدي. يمكنني لفها كاللفة. الآن إنها لذيذة ومريحة. جميلة لذيذة. انظروا، الآن سأريكم كيف يمكنني أكل البيتزا بسرعة. واو، كيف هذا؟ إنه مذهل جدا. لم أعتقد أبدا أن هذا القدر من البيتزا يمكن أن يلائم فم شخص ما. بالطبع، طريقة سريعة. أوبس، يبدو أن الأمور لم تسر وفق الخطة. ماذا نفعل الآن؟ هيا، ما الذي يقلقك؟ الآن أصبحت كل البيتزا لنا، يمكننا الاستمتاع بها. أين البيتزا الخاصة بي؟ ألا تخجلوا؟ لقد سرقتهم بكل وقاحة. لصوص، لا تصرخي علينا، كنا جائعين. لقد حان الوقت لتناول البيتزا، كنت أنتظر لفترة طويلة. يا له من سقوط. هذا هو، لكن البرج ليس بسيطا، ولكنه لذيذ جدا. أوه، بقي السجق. حبة تيك تاك واحدة. لدي صندوق كامل. انظروا ماذا لدى ديانا.
نعم، انظروا إلى كل ما لدي. إنه ليس مجرد صندوق، إنه علبة عملاقة من تيك توك. رائعة جداً، لكن ليلي تأكل أولاً. أنا أعرف. الحلوى الخاصة بي بنكهة الكوكاكولا، أنا حقاً أحبها. لذيذ جداً لكنها قليلة. ماري، حان دورك الآن. هاي، أنا مستعدة دائماً لأكل شيئاً لذيذاً. ما هذا؟ لماذا لا أحصل على الحلويات؟ هيا بسرعة إلى فمي. ماري فقدت كل حلوياتها. لا مشكلة، قد تكون مبعثرة عبر المائدة، لكن لا يزال من الممكن أكلها أو امتصاصها من خلال القشة. شبعت. ديانا، بقيت أنت. أخيراً، حان دوري لأكل كل هذه اللذاذة. تبدو لذيذة. نعم لذيذة، شاركي معنا. شارك؟ لا، إنها لذيذة لدرجة أنني سأكلها بنفسي بكل سرور. اللعنة. بالضبط، لدي فكرة عن كيفية سرقة الحلوى. إذا وصلت من هذا الجانب فهي بالتأكيد لن تلاحظ. ماري، ضع يدك هنا، سوف نأكل التيك توك. مهلا، من أين لك هذا؟ هذه حلوتي. استعدوا لبعض النيران من بندقيتي. خذي هذا. هذا يكفي، قفي، نتوسل إليك، يكفي. ستعرفون كيف تسرقون حلوتي. إنها تقصفنا بالحلوى. هذه رصاصة لذيذة، يمكننا التقاطها بفمنا وتناولها. هذه فقط فكرة رائعة. خذوا هذا. أعتقد أنني نفدت من الخراطيش تماما، وليس لدي ما آكله، لكننا ممتلئون. أوه، من يحتاج إلى الكثير من الثوم؟ أوافقك، لا أعرف أبدا. لم يحالفكم الحظ يا فتيات، أنا لدي قطعة واحدة. أنت أول من سيأكل. وماذا في ذلك؟ سأتعامل معها بسرعة، سأقشرها وإلا فلن يكون من الممتع تناولها. طريقة رائعة للتقشير. ما رأيكم؟ الآن بقي من الرائع أكلها. لا، لا أريد أكل هذه الأشياء. يجب أن تكوني قد رأيتِ وجهك المتجعد. هل تعرفي ما الذي يمكن أن يساعدك؟ عصارة الثوم. بمساعدتها لن يبدو تناول الثوم مزعجا. هيا ليلي، افتحي فمك، سأساعدك وأعصر الثوم هناك. لا شكرا، سأفعل ذلك بنفسي. افتحي فمك جيدا، سأساعدك. ما رأيك؟ هل هو لذيذ؟ هل أعجبك الثوم؟ لا، إنه فظيع. لم يسبق لي تذوق أي شيء أسوأ في حياتي. أنا آسفة. يا لها من رائحة كريهة. ليلي، حتى لا تكون رائحة فمك مثل المجاري، خذي علكة. شكرا، أنا بالتأكيد لن أمانع بالعلكة. لقد ساعدت. الآن لا يبدو أنني أكلت الثوم. أنت محظوظة، لقد أكلت الثوم بالفعل، لابد لي من ذلك الآن. على الرغم، لماذا؟ إنه جميل جدا، سيكون أكثر روعة إذا وضعته حول رقبتي وارتديته كزينة. لا حقا، حسب القواعد عليك أن تأكليه. شهية طيبة. كنت أتمنى أن تنجح فكرة العقد، وأنت غاضبة جدا ديانا، لكن لدي فكرة أفضل. لتقشير الثوم سريعا وبشكل دقيق، يجب أن أضعه في كوب وأرجه جيدا. ثم سأتخلص من كل القشور، ويمكن أن تؤكل الرؤوس بأمان. كمان! أجل ليلي، أوافقك، الثوم غير سهل للغاية. أشعر وكأنني أكلت سلة مهملات. وتنبعث منك رائحة كريهة في كل الغرفة الآن. لكن لا بأس، أعرف كيف أتعامل مع هذا بسرعة. سوف يساعدنا معطر الجو. لن يفيد شيء حتى تختفي الرائحة من فمك. اللعنة، والآن ماذا يمكنني أن أفعل؟
إذا كانت هذه رائحة أنفاسك فأنت بحاجة إلى الشهاب المعطر. أها، خذي هذا. أوه، يبدو أن العلبة انتهت. حسناً، اختفت الرائحة. بالضبط، لا رائحة، على الرغم من أن طعمه سيء جداً. ديانا، حان دورك الآن لتناول الثوم. يا فتيات، أتوسل إليكم، لا يمكنني أكل هذه المجموعة الكاملة. ممنوع، هيا كلي، نحن نؤمن بك. أتمنى ألا أمرض. مع ذلك أنا فتاة قوية، يمكنني تحمل بضع فصوص من الثوم. واو، إنها تأكله بشكل كامل مع القشور. باقي القليل، لابد لي من التعامل معه. أكثر دقة، أنت ترمي علينا. لا أهتم، كل ما يهمني أن رائحة فمي مثل سلة المهملات. إيوه، الرائحة كريهة، لكنني أعرف ماذا سيساعدنا. إذا حجبنا مصدر هذه الرائحة الكريهة سنتخلص منها من الغرفة. أوه، ليس لدي شيء لأتنفسه، ساعدوني، أنقذوني. أتمنى أن تكون على قيد الحياة. بالطبع على قيد الحياة، لقد أغمي عليها للتو من الرائحة الكريهة. كل شيء على ما يرام معي، أنا حية، أنا جيدة. فقط مع داردا ستواجهون مثل هذه التحديات غير العادية والرائعة. اشتركوا لكي لا يفوتكم أي شيء بالتأكيد. والآن إلى اللقاء.